تقدم الاهلي على حرس الحدود في الشوط الاول بهدف نظيف احرزه لاعب الحدود في مرماه. طبعا الهدف من خطا كبير للاعب الحدود محمود بن والي. وشوط كان النادي الاهلي هو الاخطر على المرمى، شوط مفتوح من حرس الحدود، حرس الحدود بيلعب مباراه مفتوحه، ويمكن جت للنادي الاهلي اتيحت ليه اكتر من فرصه، ولكن الشوط انتهى بتقدم النادي الاهلي بالهدف العكسي. كابتن شريف، تقدم منطقي للنادي الاهلي الشوط الاول زي ما اتفقنا، مباراة هتبقى مفتوحة. بين فرقة النادي الاهلي عاملة بريس جامد جدا على فرقة حرس الحدود، وفرقة حرس الحدود الحقيقة عندها مجهود برضو، وعندهم روح اصفرت عن هدف، يعني ده مجهود زائد، يعني فهمتني ازاي؟ بعدم رؤية تحركات حرس المرمى، فالراجل بالروح وبتاعه بيغطي واسرع من طاهر، فبيديله الكوره ما شافوش، فالكوره راحت، فده مجهود زائد عن حده، كمان تركيز زائد عن حده، اصفر عن هدف. ففي كر وفر في الفرقتين، وفي مساحات مفتوحه كبيره جدا، حتى عندنا احنا اتفقنا احنا ما عندناش ديفندرز خالص في الملعب، انما في حاله تعويضيه الحقيقه، في تقارب بين الدفاع بتاعك مع نص ملعبه، هو ده اللي بيقابل دلوقتي، هو ده اللي بيقابل الكاونتر اتاك عليك في اي حاجه. ناحيه الاطراف عبد القادر وعلي معلول بيحاولوا يعملوا مناورات تسفر عن تسهيل المهمه لمحمد شريف. محمد شريف جاله كورتين كان ممكن يخلص المباراه. طاهر محمد طاهر جاله كورتين برده في ال 18. اللعيبه عندها حاله رؤيه لبعضها، يعني الكره لما بتيجي مفيش تسرع، مفيش اي حاجه غير ان هم عايزين يعززوا الهدف اللي جه، او عايزين يبتدوا بالتسجيل، فكان ليهم التسجيل، ولكن المباراه ما زالت يا ايمن محتاجه هدف كمان. صح، لان اديك شفت الناحيه الثانيه فرقه سريعه، ما فيش حاجه تخسر يخسروها، لعيبه سريعه عندهم جدا، بيروحوا عندك على ناحيه خالد عبد الفتاح عاملين عرضيات كتير، عندهم احمد شديد قناوي ده لعيب كوره ولعيب قديم، واحنا عارفينه من كان قايم معانا لما راح في اي حته الحقيقه، من المصري لعب مع اسامه برضو، يعني لعيب تقيل يعني، وبيفكر بيلعب كرات عرضيه ممكن تكون نتيجتها هدف يعني، وهم لعيبه بتتحرك، عندهم ديفيد ده سريع جدا، ايمانويل ده سريع جدا، ممكن الحظ يديله يلاقي كرة خبطت اللي بتتخبط فينا دي بتبقى قدامه يجيب هدف. فلازم المباراة دي تخلص بهدف تاني وتالت عشان نخش بقى ونحط أول قدم الحمد لله في زي ما أسامة قال الدوري خلاص إن شاء الله. بس مباراة خطر لحد دلوقتي، طبعا لحد دلوقتي الشكل اللي احنا فيه، حالة تعويضية لقفشة وعمرو سولية وقندوسي وكمان، إنما عندك قلق من نص الملعب. أنا عندي عايز حالة ارتكاز واحدة بس هتظبط لك الايقاع كله بتاع واعتقد ممكن تكون على حساب القندوسي يعني. كابتن اسامه، يمكن تقدم منطقي طبعا الشوط الاولاني وان كان الهدف بخطا، ولكن كابتن شريف قال على نقطه برضو مهمه، ان نص الملعب مفتوح شويه. لا مفتوح جدا، استغلوا حتى لعيبه الحرس في شن هجمات كتير جدا الشوط الاولاني. بص الشوط الاولاني يا ايمن اللعب مفتوح جدا من الفرقتين، وكانت ممكن النتيجه مثلا تبقى 4-2 للنادي الاهلي. ايوه هو صحيح ما فيش هجمات خطر على الحرس للشناوي، ولكن فرص الوصول لمرمى الاهلي كتيره جدا، بس هم اللي ما عرفوش يتصرفوا. يعني التصرف الوحيد اللي تحس فيه تقل شويه زي ما شريف قال، من احمد شديد لما بيطلع ناحيه الشمال في الكورسات، او من مصطفى زيكو عامل حركه شويه. هما بيجروا كتير وحركاتهم كتيره، وانت مفتوح في نص الملعب ومفتوح في الخط الخلفي برضه. في المقابل نفس الشيء بالنسبه لك انت، ووصلت اكتر من مره، شريف جاله اكتر من كوره، طاير اكتر من تسديده، بس يمكن تملي بتيجي في ايد الحارس او مكانه، عبد القادر عامل حركه كبيره جدا ناحيه الشمال، ولكن النهايات مش على قد المجهود اللي بيتعمل. صحيح، يعني حركه كتيره ومجهود وبتاع، بس اللي هي الحاجه السعيده اللي احنا مستنيينها، النهايه السعيده، او حتى
النهاية السعيدة اللي قبل اللمسة الأخيرة. يعني ان تتحط الواحد مظبوط، تتحط الواحد لتحت، تتحط الواحد في مكان مناسب. فالماتش في جري كتير وحماس واحتكاكات بس خطر مفتوح طبعاً. من الفرقتين. اتمنى اللعب يبقى منظم عن كده. يعني انت بلاقي ساعات كتير جدا الاقي طاهر وعبد القادر والقندوسي وعمرو السوليه في ناحيه الشمال ومفيش حد ناحيه اليمين. ولذلك الناحيه اليمين تلاقي اللعب مفتوح لاحمد شديد ناحيه خالد عبد الفتاح، بيوصل للطرف كتير انه يعمل كروسات عرضيه. يعني فعايزين شويه تنظيم، يعني اللعب يبقى فيه تنظيم اكتر من كده. طبعا القندوسي لازم يبقى فيه حركه اكتر من كده، ولازم يبقى يعني بيستلم اكتر من كده، بيتحرك اكتر من كده، بيسدد اكتر من كده، مش واضح في الملعب خالص. فاتمنى الشوط الثاني ان شاء الله اللعب يبقى منظم عن كده باذن الله، ونقدر نجيب هدف ثاني عشان نضمن اللقاء. يعني نعزز النتيجه باذن الله. كابتن عادل، رايك في الشوط الاول؟ يعني كان اللعب مفتوح فعلا، وكنت ما كانش في مركزيه في الملعب كتير او في وسط الملعب، خلى ان نص الملعب والمدافعين والمهاجمين في جاب كبير. يمكن انا كنت متخيل ان هيقللوا حجم الملعب بالنسبه لفرقه المساحه بالنسبه لفرقه حرس الحدود علشان القطع يبقى اسرع. انت حرس الحدود بياخد الكره وبيستحوذ عليها وبيهاجمك وبيروح على الجون، علشان فيه فجوه كبيره قوي ما بين نص الملعب والمدافعين وبين نص الملعب والمهاجم. حلها ايه الشوط الثاني؟ حلها لازم يبقى فيه تغييره واحده بس. لازم تغييره واحده جوه الملعب. كان لازم مروان ينزل يلعب، مروان او ديانج ايهما يلعبوا اثنين ديفندرات، ويلعب قفشه قدام، يلعبوا 4-2-3-1 عشان يبقى فيه مركزيه في اللعب، عشان يبقى فيه هجوم موجه، هجوم كويس من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين. وبعدين انزل بحته محمد هاني ممكن علشان الحته الهجوميه اضغط لقدام. ولكن لا، هو هاني اصلا مريح، هاني وكهربا مريحين. هاني وكهربا بره الفرقه، ولكن انا بتكلم على اني عشان خالد ما بيهاجمش لازم يبقى في حته الهجوم شويه انك انت تهاجم، فممكن تنزل ايهما في وسط الملعب في الحته اللي ورا ديت. ممكن هو خالد سمع كلامك على فكره. خالد وقف، خالد سمع كلامك. وعلي معلول كمان، وعلي معلول برضه ما بيهاجمش، يعني ما بيهاجمش برضه. ما هو اعتمادهم على السته اللي قدام مش هيخليهم ان هم يهاجموا. عشان كده بقول لك لازم يرجع اللعب منظم. ولكن انت هدفك بعد المكسب اللي انت عملته في بطوله افريقيا تخرج من المباراه الاولى اللي انت بتتكلم ثلاث نقاط النهارده، عشان تبقى عملت ضربت عصفورين بحجر. اول حاجه ريحت اللعيبه، ثاني حاجه خدت الثلاث نقاط علشان تبدا بقى من المباراه الجايه ترجع بتشكيلك الاساسي وبتدي راحات. وعلى فكره الراحات هتبقى منتظمه لمده ماتشين ثلاثه لحد اما كله التكيف يبقى كله بين اللعيبه وتثبت ثاني. كابتن بلال، الشوط الاول من فرقتين رايك فيه، والشوط الثاني ايه اللي هيحصل؟ هل الحرس هيلعب بنفس الاسلوب والنادي الاهلي هيلعب نفس الضغط، ولكن في مشكله في نص الملعب؟ بص، الشوط الاول اشبه بمباراه وديه الحقيقه، تمام؟ او بتقسيم، يعني اللعب مفتوح من الفرقتين، الكرات سريعه، التحضير مفيش، كلها كرات طوليه، اعتمادات على الـ على الـ على الـ الاداء الفردي بالنسبه حتى كمان للفرقتين، مفيش تنظيم في الاداء. ودي سمه المباريات لما بتلعب مع فرقه خلاص هي اقصيت، يعني خلاص او نزلت درجه ثانيه، دي ده سمه المباراه، مش هتلاقي في تنظيم في الملعب. زي ما انت شايف كده كرات كلها عشوائيه وطويله، وعايز يرقص وعايز يشوط ويلعب بالعرض، فاهم قصدي؟ يعني بتبقى مباراه اشبه بمباراه الاستعراضيه الفرديه لكل لعيب. لذلك في اخطاء كتيره جدا في الماتش. يعني انت لو يعني من وجهه نظري الاهلي لو بيضغط كويس قدام لا نسجل اكتر وهدف مستريح. عندنا مشكلتين في النهارده بس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجيم. المشكله الاولى انك انت ما بتعتنيش بانهاء الهجمات، الباص الاخير، تمام؟ لو اعتنيت بالباص الاخيره هتسجل اهداف كتير، صحيح، تمام؟ اللعب الفردي كتير جدا، مفيش لعب جماعي قدام في الحته اللي قدام، يعني بنعتمد على دايما على الشغل الفردي، تمام؟ بالاضافه للباص الاخير ده والاهلي كمان اضاع اكتر من فرصه سهله جدا جدا كانت ممكن تتسجل هدف. عبد القادر ضيع، وطاهر ضيع، وشريف ضيع، يعني والسوليه ضيع واحده بالعرض اتلعبت لحطها بدماغه كانت سهله ممكن تتسجل هدف. يعني في فرص كتيره جدا اضاعها النادي الاهلي. الحاجه الثانيه
ينقصنا التنظيم الدفاعي. يعني انا مش شايف ان في تنظيم دفاعي، شايف ان الكرات خد بالك ما بتتقلش على الكوره، في نسبه الاستحواذ. انت اول مره اشوف الاهلي في مباراه الدوري العام بيشتغل كلها كرات سريعه طوليه من على الاطراف، يعني ما فيش كره ما بتعديش في نص ملعب 3 4 لمسات، يعني على طول بتلعب كره طوليه على طول على الطرف ناحيه اليمين ناحيه الشمال قدام محمد شريف، متسرعين قوي. حلو ان المباراه دي مع التيم ده جه في التوقيت ده، لان انت دايما زي ما بنقول لك كابتن ايمن، انت لما بتيجي من انتصار عظيم تمام، وكمان اللعيبه جايه من اللعيبه الدوليه جايه من افريقيا ولاعبين مباراه مع المنتخب، فالموضوع مختلف شويه. مباراتين طبعا وبتيجي انا بتكلم عن المباراه الاخيره، يعني كانت مباراه يعني الافضل شويه جنوب السودان، يعني انا ما بعتبرهاش مباراه يعني. الامر بيبقى صعب شويه لما بتيجي من محفل كبير زي كده على مباراه بالشكل بطبيعه المباراه دي. خد بالك لو فرقه تانية عندها اسلوب تاني مختلف الاهلي كان هيبقى مختلف. صحيح. يعني 100% هتبقى انت مختلف في ادائك، مختلف في لعبك، مختلف في تفكيرك، مختلف في طريقه تحضيرك للمباراه، مختلف في طريقه يعني في الطريقه الدفاعيه والطريقه الهجوميه بتاعتك. لكن المباراه بشكلها دي هم حرس الحدود ودوك للحته دي، هو عايز يعمل ايه؟ وعايز يلعب بسرعه لورا ويرجع لقدام ويطلع الكره طويله ويستعرض مهارات وممكن يسجل هدف في اي وقت، بيحاول يسجل هدف في اي وقت تمام. لكن انت ما ينفعش برضو تجاري الحته دي طول ال 90 دقيقه، ممكن ال 45 دقيقه الاولى عدوا بالشكل ده. الشوط الثاني محتاجين هدوء شويه يا كابتن ايمن، احنا مش هاديين في الملعب، احنا مشكلتنا ان احنا مش هاديين في الملعب. يعني لعيبه الاهلي برضو يعني استدركت للحته دي شوية. يعني يعني الحته ان انت عايز تلعب بسرعه 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 وكل واحد عايز يجيب جول. على فكره النهارده انت لو عندك شويه هدوء تجيب 6 جوال الشوط الاول، مستريحين جدا جدا. فمطلوب شويه هدوء، شويه تركيز، شويه استحواذ بجد تمام، وشويه تنظيم دفاعي. هي السرعه وصلت للسربعه مش سرعه، اصل السرعه بيبقى فيها اتقان، سرعه اداء، لكن هي وصلت لاستعجال واستعجال. ايوه وخلت الفرقه الثانيه بتشاركك في كل كره بتحاول تعملها. من كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتعزيز الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.